نتأقلم مع التغيير. لقاء رومانسي والحب كان العنوان اللي أطلقوا الجمهور على حفل وائل كفوري وأليسا بموسم الرياض. إليسا كانت محمسة كتير للقاء جمهورها، علما انها كانت بالرياض من اسابيع قليلة وشاركت بالهيهاب، لكن طعم اللقاء على المسرح مختلف. إليسا خلال لقاء بالصحفيين تحدثت عن أهمية الانفتاح اللي عم تشهده السعودية بالفترة الحالية. الدول العربية راحت للتحديث ولشرق أوسط متمدن منفتح، خصوصي بالسعودية بتحس إنه العالم ارتاحت، صار في حياة، صار في حفلات، صار في منتديات، صار في معارض، صار في كل شيء، إنه يعني حلو لأنه راحت للسلام وللتحديث ولشو شعبها بده. وهيدي شغلة كتير مهمة لأنه قليل ما نشوف، أو اللي عم نشوفه ما عم نشوف إنه عم يعملوا شو الشعوب بدها. طبعاً هيدي نقطة كتير مهمة لصالح السعودية. على المسرح إليسا غنت جديدة بتمايل على البيت والعقد، وبالكواليس أيضاً تحدثت عنهم. أنا بتمايل على البيت، أنا بتمايل على البيت. حلو تقدم شي جديد بس ما تغير الهوية للعالم معودين عليها. ما كنت خايفة أقدم بتمايل على البيت أو حتى العقد، أغنية درامية بإيقاع راقص. التغيير حلو وأكيد ما كنت بعرف، بس كنت مش يعني مستغربة إنه رح يتقبلون العالم، والحمد لله تقبلوا، لأنه دايما أنت بدك تبحث عن التجديد، يعني كمان ما فيك تكرر حالك دايما يعني، والعالم تتأقلم مع التغيير. إليسا فاجأت جمهور الحفل بحضور رامي جمال معها على المسرح، وقدموا مع بعض أغنيتين بيحملوا توقيعه كملحن. هديه ما كان كافي بالنسبة للجمهور، فكانوا حابين يشوفوا إليسا وائل مع بعض على المسرح، لكن هالأمر ما تحقق. بس طبعا كانوا وصلوا سوا على الرياض على نفس الطيارة، وبكواليس الحفل التقوا بصورة تذكارية مع رئيس شركة روتانا سالم الهندي اللي وصفهم بأنجح فنانين.